نظرية الزواحف البشرية، ودي نظرية مفادها إن مجموعة كبيرة من أصحاب المناصب المهمة في العالم بينتموا لجنس الزواحف البشرية مش للبشر، وإن هدفهم هو السيطرة على العالم. وهتندهش لما تعرف إن أتباع النظرية دي يقدروا بعشرات الملايين، وفي كمان جزء كبير من الناس مش مصدق الموضوع وبيقول إنها نظرية من نظريات أصحاب المؤامرة. لكن على الجانب الآخر، المؤمنين بالنظرية بيقولوا إن عندهم من الإثباتات والدلائل والفيديوهات اللي يدعم حكايتهم. فإيه الحكاية؟ الحكاية بدأت من عند الراجل ده واللي اسمه ديفيد إي، وده كاتب بريطاني مشهور من مواليد 1952. هو من أشد المؤمنين بنظرية الزواحف البشرية، وكتب اللي بتتكلم عن النظرية دي والنظريات التانية اترجمت ل 11 لغة وقراها الملايين حول العالم. ويكفي ان اقول لك ان عدد المؤمنين بنظرية الزواحف البشرية في امريكا لوحدها بلغ 12 مليون شخص حسب استطلاع تم في سنة 2016، يعني 4% من السكان. وديفيد كان ظهر في لقاء تلفزيوني سنة 1998 مع المذيع تيري ووجن، واعلن عن كتاب السر الكبير واللي هيكشف فيه عن كتير من الاسرار اللي هتصدم العالم حرفيا. وبعدها بكم شهر اصدر الكتاب، واللي بالمناسبة تم طباعته 6 مرات ورا بعض والترجم ل 11 لغة. واللي اتكلم فيه بالتفصيل يا صديقي عن الزواحف المنتشرة، واللي بيقول ان اغلبهم بيعيش في القطب الجنوبي تحت الارض، وان الزواحف دي جات نتيجة زواج الزواحف النقية بالبشر. وقال كمان ان الزواحف دي عندها القدرة على تغيير الحمض النووي للبشر، وده اللي بيقدر يخليهم يتحكموا في عقول البشر تمهيدا لاستعبادهم في مرحلة لاحقة. والحمد لله ان المرحلة دي لسه ما جاتش. تعالوا بقى نشوف الدلائل والفيديوهات والاثباتات اللي عند اصحاب نظرية الزواحف البشرية، واللي ليه الأمانة صعب تكون كلها فيديوهات من فابريكا. وأول فيديو معانا من مؤتمر للرئيس الأمريكي السابق أوباما، وده كان حارس من حراسه، وركزوا كده شكله عامل إزاي. وتاني فيديو معانا للملكة إليزابيث شخصيا، واللي كانت في مباراة رياضية سنة 2014، والكاميرا جت على وشها بالصدفة بشكل مفاجئ، ركزوا عاملة ازاي. وتالت فيديو للمغني كريس براون، وكريس كان بيلعب باسكت وتصور المشهد المرعب ده، ولو ما اخدتش بالك ركز على صوابعه اللي جوه الدايرة، مشهد غريب ومرعب في نفس الوقت. وده فيديو لشاب هو وصاحبته وكانوا في سينما في المكسيك، واللي كانوا بيتخانقوا مع بعض، وفجأة البنت تحولت بنفس شكل الشاب. الشاب يا عيني وقع أغمى عليه، وهي أو هو طلع يجري، ولما الناس بصت على الشاب المغمى عليه لقوا عينه بالمنظر ده. ودي فيديوهات لمجموعة من المشاهير واللي تصرفوا بشكل غريب قدام الكاميرات، واللي أصحاب النظرية بيقولوا إن السبب هو إنهم كانوا بيستقبلوا رسائل بالتخاطر في الوقت ده، وعشان كده اتصرفوا بالشكل الغريب ده. وفي النهاية إحنا لا بندعم ولا بننفي الكلام ده، ونظرية الزواحف هتفضل بالنسبة لينا نظرية من نظريات أصحاب المؤامرة، إلا لو حد قدر يثبت العكس. وأتمنى تقولوا لنا رأيكم في التعليقات. سلام.